الحدث الاقتصادي والاستثماري الكبير يتجدد. معرض بغداد الدولي في دورته 47 بوابة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد وازدهاره، وشريان حيوي لبناء الدولة في ظل البرنامج الحكومي الطموح، ولحظة بدأت معالمها تتجلى في مشاريع مختلفة امتدت على مساحة الوطن. معرض بغداد الدولي، اقتصاد وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة بمشاركة نوعية مغايرة للدورات السابقة، فرص استثمارية وتلاقح للأفكار بين 850 شركة دولية وعربية ومحلية لتحقيق الشراكة والنمو الاقتصادي وتوفير عيش كريم للمواطنين. الافتتاح يوم 10 من كانون الثاني وعلى مدى 10 أيام. العراق يتواصل.